أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سفرتنا، معكم إيهاب بن رجب. أرجعنا لكم بحلقة جديدة بوصفات جديدة سهلة وبسيطة زي ما عودناكم دائما. ما زلنا مستمرين أحبائي الكرام في حلقات رمضان، حتى نحضروا لكم ألد وأسهل وصفات اللي راح تعجبكم بإذن الله وتنال رضاكم. راح نطل معكم بشكل يومي طوال شهر رمضان مبارك حتى نشاركوا مع بعضنا ألد وأسهل الوصفات. اليوم حبيت أني نعطيكم وصفة مميزة جدا تحضيرا وطعما، وكلها حتكون الوصفات المميزة اللي هي حتكون فريكة العزائم من الوصفات الشهية جدا. لو عندكم عزومة في شهر رمضان رح تعجبكم الوصفة بإذن الله. ورح نحضر مع بعضنا شربة مميزة جدا اللي هي حتكون شربة البروكلي، لكن حتكون فيها طعم خرافي. شو رأيكم تعرفوا بعض مكونات الوصفة الأولى اللي هي فريكة العزائم حتى نطبقوا وصفتنا مع بعضنا؟ للفريكة العزايم نحتاج إلى كيلو فريكة، كيلو من فيليه اللحم البقر أو أي قطعة تكون هبرة، حبة بصل مفرومة ناعم، 2 مكعب مرقة لو توفرت أو ممكن تستخدم مرقة منزلية، لتر من المية، ربع كوب من الزيت، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونحتاج إلى بضع لوز للزينة. هذه هي مكونات الفريكة اللي عندنا. طبعا الفريكة وين تحصلوها أحبائي الكرام؟ تحصلوها عند السوبر ماركات الكبيرة أو عند العطار، تجيبي هذا الشكل أغسلوها وتقدروا تستخدموها بكل سهولة. أول خطوة رح نبدو بها اللي هي الفيلة امتعنا بنحمره وبعدين بس نحطه عليه الفريكة. أول شيء أنا طبعا استخدمت فيليه طبعا تندرلوين جهة معينة في لحم البقر، لكن أكيد بإمكانكم تستخدموا أي نوع من اللحم اللي عندكم. ممكن تمشي بنفس الخطوات مع الدجاج، أيضا تعطيكم نتيجة لطيفة ونتيجة جميلة. أول خطوة أحبائي الكرام حنجيب السكين ورح نتخلص من الجزء السيلفر اللي يكون فصل الفيليه. شفتوا الجزء هذا؟ هذا نحاول اننا نتخلص منه بواسطة السكينة، نديرها بهذا الشكل. اول شيء نقطع جهة تكون بهذا الشكل، بعدين نمسكها ونحاول نخلي السكين تحت الجلد حتى ما ناخدش من اللحم، يعني ناخد فقط الجهة السيلفر بهذا الشكل. شايفين انا قاعد ناخد في الجهة السيلفر بس، ما ناخدش في قطع اللحم. القطعة هي السيلفر تخلي اللحم عندكم زي القومة يعني يعلك. هذه أولا، شايفين ناخذ الجهة هذه كلها نتخلصوا منها. ثانيا تعطل في عملية السوى، يعني تخلي اللحم ياخذ وقت أطول في الطبخ، فهذا الشيء لازم ان احنا نركزوا فيه كويس. هناخذ فقط الجهة، بيش انا نهدر من اللحم، فناخذ فقط الجهة السيلفر بهذا الشكل. تمام، هذه الجهة الأولى ممكن تخلصوا منها حبيت إن. وممكن على فكرة أنتم كممكن مبتدئين ممكن تطلبوا من الجزار نفسه إنه يتخلص لكم من القطعة. نبي اللحمة تكون كل هذه الأجزاء نتخلص منها، نبي اللحمة تكون هبرة بس. فممكن أنتم لو مبتدئين في الموضوع هذا أو ما تعرفوش تتعاملوا مع السكينة مع اللحوم، تطلبوا من الجزار هو يلي يدير لكم العملية هذه. أنا راح نتخلص منها بهذا الشكل، أيضا من جهة هذه. انتبهوا، حاولوا أنكم تميزوا بين السيلفر وبين الدهن. الدهن احنا ممكن تخلوه، لكن توزي هذا دهن، هذا دهن، هذا لا، فهذا شيء تبدو أنتم عارفينه بعين الاعتبار. تمام، راح نتخلص منهم بهذا الشكل. كل ما تخلصتوا منهم وقعدت عندكم اللحم الهبرة كل ما حصلتوا على طعم لطيف ونكهة جميلة. طبعا اللحمة يبدأ عندكم تدوب زي الزبدة، يعني تبدأ اللحمة تحسوها كأنها زبدة تدوب معكم، فهذا الشيء يعني في بعض من الوصفات يفرق معي هلبة. نفس الشيء العرق اللي هنا
نحاول نحن. وطبعا في سكين خاص اللي هو السكين يكون زي السلخ اللي يكون مستطيل بهذا الشكل هيك مفروض الحمية اللي عندنا او الفيليه بتاعنا نظفناه من جهة السيلفر او القطعة الفضية ولت عندنا لحمة هبرة بهذا الشكل اللطيف. تمام توا احنا الفيليه بتاعنا اصبح الحم صافي هبره. توا نبي نديرها بوفتيك يعني بنديرها قطع. ممكن انكم تشوحوه قطع تكون قطعه كامله لو حابين او ممكن انكم تقطعوها الى مكعبات يعني زي ما انتم حابين ممكن يرجع لكم. توا انا اول خطوه احبائي الكرام راح نجيب انا هنا تنجرة أو طاوة أو أي شيء بش نحمر أو طاجين بش نحمر فيه القطعة الفيليه. هنحط كمية من الزيت ورح ناخذ حبة الفيليه ورح نحطها بهذا الشكل. نبيها تاخذ ساقة حتى قطعة الحم بتاعنا البسمات تتسكر ونقدر ان احنا نضمن انها مش حتنزل الميه. فمن مجرد ما حطينا الفيليه بتاعنا نمسح بس البورد بتاعنا زي ما قلت حضراتكم نبيها تتحمر على الاخير بعدين نقلبها على الناحية الثانية. في الأثناء هي احنا راح نبدو بتجهيز الشربة بتاعتنا اللي هي شربة البروكلي. هنشوفوا مع بعضنا طريقة مكوناتها على الشاشة. عندنا راس بروكلي بهذا الشكل. عندنا بصل. عندنا مكعبات مرقة اختياري. عندنا فطر. مكونات أمامكم على الشاشة لو حابين انكم تديروها سكرين شوت. أول حاجة راح ناخذ زبدة وراح نحطها على التنجرة ونبي الزبدة تدوب تماما. وعلى فكرة أنا حتى الفيليه راح ناخذ له شوية زبدة حتى ياخذ طعم لطيف عندنا. حنزلوا الزبدة على الفيليه وحنرش شوية ملح على الفيليه بتاعنا. راح نستنى كبضع دقائق ممكن نعطيه قلبة. التحميرة هي مهمة بس تتسكر البسمات عندي والفيليه معاش ينزل المية ويبدأ جوسي يعني ميبداش الحمجة فلازم تحمروه قبل. هاي طبعا راح رش ملح على الجهة اللي حمرناها انا مجرملهاش ملح. الملح نحطوه في المرحلة هي بس الفيليه بتاعي ما ينزلش مية لان زي ما تعرفوا ان الملح ينزل المية. هنحطه هنا شوية زيت وحناخد البروكلي وراح نديرها وردات صغار يعني هنا الراس بتاعي تاع البروكلي راح نديرها كوردات صغار بس بحيث بسرعة يتحمر البروكلي معي. تكون وردات صغيرة الحجم بالشكل هذا. تمام راح نقلب البروكلي مع الزبدة والزيت لغاية ما يذبل عندي البروكلي ويبدأ فيه طعم لطيف. حنشوفوا توا الفيليه شو صاير فيه. راح نقلبه على جهة ثانية ففيه بدأ ياخذ لون
لازم الفيليه عندي يتحمر من جميع الجهات. نستنى في بضعة دقائق. بعدين نرجع نقطع للجهة الثانية. لازم الفيليه يتحمر كويس عندي، يعني الفيليه لازم يتحمر من جميع الاتجاهات. ياخذ هيك تحميرة، ممكن نجيب صحن. النار تكون عالية. احنا الفيليه تو عندنا تحمر من جميع الاتجاهات، راح ناخده ونحطه في طاجين ونخليه بضع من الوقت لحد ما يرتاح الفيليه كويس. تمام، احنا تو على نفس الزيت اللي حمرنا فيه الفيليه راح نحط شوية بصل ونقلبه البصل فصل الزيت والزبدة اللي كان فيه الفيليه حتى ياخذ الطعم. كده كهنا حنحط بصل على البروكلي. وعلى البصل حنحط شوية فطر. كذلك هنا حنحط شوية فطر. طبعا الوصفة متاعنا اليوم متكاملة، يعني كشربة او كطبق رئيسي. حنقلب توا البصل كويس لين ياخذ هيك نكهات وطعمات بعضها بهذا الشكل. تمام، حنزل توا البهارات اللي عندنا. راح نحط شوية فلفل أسود، كذلك على البروكلي. وعندي ممكن لو حابين مثلا ملعقة، هذه اختيارية، ملعقة بهارات كبسة أو أي فليفر أنتم حابينها، ممكن أو ممكن مجموعة بهارات تفضلوها أو ممكن من غيرها. تمام، توا راح نجيب هنا الفريكة يلي عندنا وراح ننزلها. طبعا نكونوا غاسلينها كويس. حننزل الفريكة على البصل يلي فصت زيت والزبدة بتاع الفيليه. عندي طبعا اختياريات، مكعبات مرقة ممكن اضيفوها، ما تبس اضيفوها ممكن من غيرها، لكن اضيفوا مرقة دجاج لو حابين او ممكن مية بس. حنقلب توا الفريكة كويس، لازم تتحمر الفريكة عندنا. ممكن لو ما تبوش فريكة امشي بنفس الخطوات بيرز، لكن الفريكة يعني طعمها تحفة حقيقة الحاجة يعني. تمام، نبي الفريكة يعني كي تتقلب شوية، كل ما تتقلب الفريكة كل ما تعطيكم طعم لطيف. وكذلك حنشوفوا هنا البروكلي، صاير معنا في البروكلي هتو يتحمر مع البصل. لازم شربة البروكلي تحمروه كويس. انا عندي طبعا في الشربة عندنا فلفل احمر، فراح نضيفه بهذا الشكل، يعني مكعبات صغار كيوبس بالشكل هوا نضيفوهم. تمام، بعد ما نقطعوا الفلفل متاعنا حننزلوهم على شربتنا. طبعا فلفل بابريكا اللي هو فلفل الحلو، ممكن لو حابين تضيفوا فلفل
حار. تمام، احنا تو هنا راح نرجع للفريكه بتاعتنا، النكهات يلي اخذتها وتحمرت. لازم الفريكه تتحمر عندكم كويس. احنا هنا تو بعد ما حمرنا الفريكه، لو توفرت مشبك زي هذا حلو، ما توفرش ممكن من غيره عادي جدا. انا حطيتها بس بنفصل الفيليه بتاعنا، وحنحط قطعه الفيليه على المشبك بهذا الشكل. توفرت اوكي، ما توفرتش ممكن من غيرها مشاهدينا الكرام عادي، يعني بدكمش يعني تقيدوا نفسكم بها. انا كان بندير كأن بورديم يعني، هنا الفكره. وحننزل توا الميه على الفريكه بهذا الشكل لحد تنغمر كلها مع بعضها. اعتقد هيك كويس. وراح نغطيها ونخليها لمدة حوالي 40 دقيقة لحد ما الفريكة عندنا تطيب والفيليه كذلك يطيب معنا. لازم ما تقعد على النار لمدة حوالي 40 دقيقة لين الفريكة تطيب وكذلك الفيليه بتاعنا يطيب على الأخير. في ناس تحب الفيليه يكون ويلدان أو ميديوم رير عفوا، يعني ناقص استواء. أنا شخصيا أحب الفيليه يكون طايب على الأخير، فنخلوه على النار. طبعا الروايح بتطلع ما شاء الله من شربتنا احنا هنا. راح نضيف شوية مكعبات من المرق، وتضيفوها ممكن تبوش ممكن من غيرها عادي جدا. حنقلبه بالشكل هذا. لازم البروكلي يتحمر، ريت التحميرة هي يعني كل ما حمرته البروكلي التحميرة هذه كل ما حصلته على طعم لطيف. البروكلي عكس الكاولافيوري او القرنبيط، القرنبيط ممكن طعمه قوي شويه ومزعج، البروكلي طعمه هادي، فلما تحمروه كويس راح تحصلوا على طعم جميل جدا. يعني كل ما حمرتوا شربتكم كل ما حصلتوا على نتيجه لطيفه. حيث مشاهدينا الكرام بعد ما حمرنا البروكلي راح نضيف عليه ميه، حوالي لتر من المية راح نضيفها على البروكلي. نغمروها بالمية بهذا الشكل. أنا كاتب لكم في العيار لترة من المية. راح نقلب شربتنا. تقعد على النار لمدة 20 دقيقة لين كل الخضرة تطيب كويس وتتجانس طعمتها مع بعضها. في إضافة راح نضيفها اختيارية اللي هي بصل بودرة. مش متخيلين الطعم اللي راح يعطيه لكم، شوية بصل بودرة على الشربة. وبرضو نقلبه الشربة بتاعتنا. تصبح عنا جاهزة. راح نغطوها ونخلوها حتى هي لمدة 20 دقيقة زي ما قلت لحضراتكم لين الشربة طيب كويس أو تتجانس مع بعضها. في الأثناء هي احنا ما بين ما عندنا الفيليه يكون طاب مع الفريكة، كذلك الشربة تكون عندنا طابت، راح نمشوا لفاصل قصير جدا بس بعدنا نرجع لكم نشوفوا بعدنا الخطوة الثانية لشربتنا وكيف راح نقدموا الفريكة العزايم. فاصل وراجعين. رجعنا لكم اعزائي الكرام بعد الفاصل، ان شاء الله ما نكونوش عطلنا عليكم. طبعا اثناء الفاصل احنا مر على الفيليه بتاعنا حوالي نصف ساعه على النار، وكذلك الشربه حوالي 25 دقيقه تقريبا. توا راح ناخذ الشربه بتاعتنا وراح نطحنها. تمام، ممكن نوطي النار على الاخر، نحط شربتنا هنا بس نبدو في طحن الشربه.
حنجيب توانا هنا مشاهدين الكرام الإبريق الخلاط بتاعنا أو مالجي الفربه زي ما نسموه فيه عادة، وراح ناخذ الشربة بتاعتنا يا إما بالهاند بلندر أو تحطوها في الخلاط زي ما أنا ما راح ندير توا. في الحالتين مهم إن إحنا نبو نطحنو الشربة بتاعتنا. طبعا القطع البروكلي متهرية على الآخر، ممكن ننزلهم دفعة واحدة كلهم بهذا الشكل، وراح ناخذوا شربتنا وراح نطحنوها. أول ما طحنا الشربة متاعتنا راح نرجعها على النار أو فص التنجرة متاعتها بهذا الشكل، وراح نضيف عليهم كريمة الطبخ. راح ننزلوهم على الشربة كوب من الكريمة وبرجعوها على النار لحتى تختر الشربة ويبدأ قوامها جميل جدا. طبعا هذه شربة البروكلي من أروع الشربات اللي ممكن فعلا نجربوها، فيها نكهة الدجاج جميلة جدا بالمرقة اللي ضفناها، فيها نكهة الخضرة الفطر كذلك، كل هالنكهات عاطية طعم لطيف. احنا توا رح نحط الشربة لكن ما تغطوهاش باش ما تفورش، أي حاجة دفطولها حليب كريمة صوص بشاميل ما يتغطاش، غطيتوه رح يفور منكم إلا لو وطيتوا النار. توا رح نجو هنا للفريكة بتاعتنا، شايفين قطعة الفيلة كيف ولد، رح ناخدوا قطعة الفيلة بتاعنا بهذا الشكل، رح نشيلوها نحطوها على البورد بهذه الطريقة تمام. وطبعا لو تفكروا احنا درنا زيت طبق المعدن اللي موجود هذا راح نشيله حتى هو مش محتاجينه. المشبك انا طبعا ضفت المشبك لان نزل لي كل النكهات اللطيفة متاع الفيليه، نزلهم المشبك والمشبك خلى الفيليه محافظ على الشكل هذا. تو راح نقطع الفيليه الى شرايح بالطريقة هذه تمام. طبعا هيك الفيليه عادة في خل ندرك هيك افضل، في المطاعم الاوروبية دائما يقدم الفيليه بالسوى هذا، احنا طبعا مش هنقدموه بالطريقة هي، راح نقصوه الى شرايح. طبعا هم يقولوا ان الفيليه هيك اجود طريقة واجود طبخ، الفيليه يكون ميديوم رير يعني يكون باللون هذا. احنا طبعا اكيد ممكن في الشرق الاوسط او خلينا نقول هناك ما زال شويه مش متقبلين فكره اللون هذا من اللحم، فانا راح ارجعهم ثاني بس ياخذوا السوى الكامل على النار. لكن طبعا عاده انا توا جت فتره من الفترات كنت نشتغل في احد القنصليات الاوروبيه، فكان يعني هيك ياكلوا فيه يعني هذا الطلب متاعهم يكون. احنا طبعا اكيد مش حنتناوله بالطبقة هي أو بالمستوى هذا من السوى، فرح نقطعوه إلى قطع ورح ناخدهم ورجعهم على الفريكة. ممكن نجيبوا الفريكة نفسها أفضل. راح نجيبوا توا الفريكة متاعتنا وراح ناخد الفيليه متاعنا ونحطوهم بهذا الشكل على الفريكة.
طبعا هي ما مرتش عليهم حوالي الوقت الكامل للسوا. احنا مجرد توا نبو الفيليه متاعنا ينطبخ على الاخير مع الفريكه متاعتنا. تمام، راح نجيب توا، نحتاج الى منديل. ناخذ العصاره هي مش محتاجينها، نحطوها على جنب. توا مشاهدينا الكرام راح نرجع الفريكه على النار مع الفيليه بتاعنا لحد ما الفريكه تمتص كل النكهات والفيليه عندنا ينطبخ على الاخير. تمام، في الاثناء هذه ما بين ما الفريكه تكون عندنا يعني طابت على الاخر، راح نقدمه مع بعضنا شربتنا اللي اصبحت جاهزه. راح نغرفه شربتنا الرائعه اللي طبعا ريحتها جميله جدا ونكهتها رائعه، يعني مغذيه جدا شربت البروكلي. فعلا ننصحكم انكم تجربوها. تمام، راح نقدموها. مجرد خليني ندير لك مسحه بسيطه للكاونتر حتى نقدم وصفتنا او الوصفه الاولى اللي هي شربت البروكلي. نعمل مسحه بسيطه للكاونتر وعندنا نجيبوا الصحن اللي راح نحط فيه فلجان الشربة متاعتنا. فعلا من الوصفات الشهية جدا، راح نزينوها بشوية سمان على الوجه وجهها، ولت هيك شربتنا جاهزة اللي هي شربة البروكلي. من الوصفات الشهية جدا يلي فعلا ننصح حضراتكم انكم تجربوها. طبعا احنا توا هنا عندنا الفيليه هيك بدا ياخذ النكهات، راح نقوي النار نبي الفيليه بتاعي يطيب كويس، لكن بيش ينزل العصاره كلها ونبي الفريكه تجف تماما. الفريكه بدت عندي تجف، الفيليه هيك بدا ياخذ اللون اللطيف. في الاثناء هي خليني نحو الشربه بس ما عادش محتاجينها، وراح ناخذ ولا النار راح ناخذ كاسرولا، راح نحط فيها الكاسرولا زبدة واللوز، اي نوع مكسرات مشاهدينا الكرام حابين انكم تضيفوها ممكن تضيفوها. وراح نقلبوا اللوز مع الزبده كويس لين يتحمر وياخذ لون لطيف. حنقعد نقلب في اللوز لين يتحمر مع الزبده وياخذوا لون مع بعضهم. باش حتى هو نبغى نضيفوه على الفريكه بتاعنا. ما بين ما يجهز عند اللوز راح نبدا بتجهيز، خلينا نحط الشربه بس على جنب. عندي فلفل الوان، راح ناخذ الجزء الملون بس منهم، بنزين به الطبق متاعي متاع الفريكه. بالشكل هذا، وراح نقطعهم الى مكعبات متوسطات يكونوا. طبعا اللوز ما نبوش احنا ينحرق، فنقعدوا ديما نقلبوا فيه باش ياخذ تحميره كويس مع بعض. الفريكه كذلك تقريبا قريب توصل لمرحله السوى متاعها، والفيليه نفس الشيء. نكملوا تقطيع
الفلفل واللوز كذلك عندنا بدأ يعني ياخذ لون لطيف جدا، وراح تكون يعني من المكسرات المميزة جدا لما نضيفوها لأي نوع من الوصفات اللي ممكن انتم حابينها، زي فريكة اليوم او وصفة العزايم بتاعنا اليوم، او ممكن وصفة كبسة او اي نوع من الوصفات. حلو انكم تديروها لوز مزلط، فعلا تفرق معاكم هلبة في الطعم الوصفة. قطعنا فلفل الالوان بتاعنا، تمام، واصبح لنا جاهز. واللوز كذلك خذيه التحميره اللطيفه بتاعه، والفريكه حتى هي يعني خذت هيك شكلان. اللوز راح نطفي عليه من بيشي يكون اكثر من هيك، تمام. شوفوا الفريكه بس يعني شن صاير فيها بالضبط. طبعا شايفين الفريكه يعني ما شاء الله، حبات الفريكه قداش جميله، وكيف يعني حبه حبه قاعده تنزل من احنا هنا. طبعا يعني بها شويه جف اكثر الفريكه، مش نقدر احنا يعني نقدموها، فراح نقدمها بالطريقه هي لحد ما تجف. وطبعا راح نجيب الصحن يلي راح نقدمه فيه وصفتنا. نجيبوا الصحن بتاعنا. طبعا عادة الصحون يلي تكون فيها ابيض نحب نضيف لها حوالي ربع كوب من الخل، ونخليهم فترة بعدين نفرغ الخل ونمسحهم بس تعطيهم لمعة لطيفة، تمام. حتى بعد ما مسحنا الصحن بتاعنا بالخل كويس، خل ابيض عادي، راح توا نبدو في تقديم وصفة الفريكة بتاعنا. طبعا نوع من الولايم يلي ممكن حنا في ليبيا شوية يعني مؤخرا بدنا يعني واصلك عندنا شوية، لكن فعلا من الولايم يلي ننصحكم حرفيا انكم تحضروها. انا توا رح ناخذ الفريكه، بنحاول ناخذ الفريكه بهذا الشكل وننزلها على الصحن. ما شاء الله الفريكه قداش طالع عندنا هنا تحفه، فعلا وصفه لازم ما تجربوها. الناس اللي عندها مرض السكري ايضا مفيده جدا الفريكه، افضل من الرز. يعني نقدموا الفريكه بتاعتنا، شايفين كيف حبه حبه يعني الفريكه، يعني الحبه ما بتعرفش الثانيه، تمام. رح ناخذ طبق قطع الفيليه ونحطوهم على الفريكه بتاعتنا. فعلا فريكه العزايم ممكن على فكرة تديروها بالدجاج لو حابين، أكلة يعني ملوكية بحت جميلة جدا، ممكن تديروها بالدجاج عادي، يعني مش شرط تديروها بقطع الفيليه الحم، ولكن أنا حبيت أني أديرها لكم طريقة عزايم لو عندكم مثلا عزايم أو مناسبة. تعرفوا طبعا في رمضان تكتر يعني عزايمنا وتكتر مناسباتنا، فنبدو نتساءل شو بنحضروا لهم أو شن الشيء اللي بنعطوه لهم اللي يتناولوه. طبعا دائما يعني ممكن انا كشخصيا احب لما يجوكم ضيوف قدموا لهم شيء يكون يعني يعني بمعنى انه ما ياكلوش فيه، يعني يكون شيء جديد، فيفرق معكم هلبة يعني في الـ في الـ يعني برستيج العزومه. توا راح ننظف الصحن، بس لازم طبعا الملاحظه حبايب الكرام
دائما اهتموا بشكل الصحون متاعكم. يعني معلش لو احنا مثلا غرفنا زي توا ومثلا في حاجات مثلا اندرت مني، لكن لازم ان احنا الشكل النهائي او البلان النهائي انه يكون صحن نظيف والطاولة كذلك تكون نظيفة. فهذا من الحاجات اللي لازم احنا نركزوا فيها مشاهدينا الكرام. توا راح نجيب اللوز يلي حمرناه مع الزبدة، وراح نوزع اللوز على الفريكة متاعنا. طبعا زبدة حيوانية اللي استخدمناها، فحتى لما تنزل على الحم معليش تعطيه طعم لطيف. تمام. بعدين عندنا الالوان تو اللي راح نضيفوها. عندنا مثلا شويه الفلفل الاحمر حتى هو يعطيها طعم جميل، الفلفل الاصفر كذلك، الفلفل الاخضر. شايفين كيف تطلع حلو الشكل النهائي؟ يعني وصفه تحفه. تمام، توع على الجناب وممكن رشوا شوية بهار سمان تعطيك شكل جميل للوصفة. وكي أحبائي الكرام وصلنا للختام حلقتنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة زي ما استمتعت معكم. حضرنا مع بعضنا وصفة فريكة العزايم من الوصفات الشهية جدا، طعم ونكهة فعلا تستحق التجربة. وكذلك حضرنا شربة البروكلي، شربكي شهية وفيها طعم جميل. وهيك وصلنا لختام الحلقة اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقة زينة استمتعت معكم. رح نتلاقوا مع بعضنا غدا في نفس الموعد بشكل يومي طوال شهر رمضان المبارك، حتى نحضروا مع بعضنا ألد وأشهر المأكولات والحلويات. تشوفوكم على خيرة الله في حلقات جديدة مميزة معكم إيهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله إن شاء الله. تحياتي للجميع.